السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكم ماك شباب، ان شاء الله بخير وياكم على مرجان من شبكة يلا. وبهذا الفيديو اصدقائي راح نلعب لعبة جديدة اسمها كلاش رويال من شركة سوبر سيال المعروفة اللي تصنع العاب هواي مثل لعبة كلاش اوف كلانس وبوم بيتش. لعبة مجانية موجودة على جهاز الاندرويد والاي او اس. جماعة الاندرويد في حالة انه ما قدرتوا تحملون اللعبة اكتب لي بالتعليقات ومن عيوني يا صديقي اعلمك شلون تحمل هذه اللعبة باسرع طريقة ممكنة. اكتبوا لي بالتعليقات في حالة انه ما عرفتوا تحملوها على جهاز الاندرويد يا صديقي. طيب هذه اللعبة يا صديقي لعبة استراتيجية خرافية لازم تجربها. اذا اول مرة تشوف هذا الفيديو على طول لازم تحملها، ما بي يعني موضوع لا يقبل النقاش. قبل ما ابدا الحلقة زينت وهذا اللوك مالتي اللي بالعادة اسوي، فارتكم تكتبوا لي يعني يا احلى هيك شيء لو قبل، دائما اني احب اكون في تواصل بيناتكم زين. اللعبة يا صديقي تعتمد على الكروت اللي انت تجمعها، وتشوفون عندنا ثلاث انواع من الكروت اذا انتبهتوا. عندنا الكومون او الشائع، الكروت البسيطة، الرير، خلينا نقول النادرة، والابيك اللي هي الخرافية من اسمها. طبعا الابيك صعب يطلع لك، الرير يطلع لك بسهولة، الكومون عبالك راح الباب الشرج قاعد تشترك حاجة برضه مزبلات وين ما تروح تلقاهن. طيب حنشوفكم اليوم شلون تلعبون هذه اللعبة ونفتح باكج ولعيونكم. اليوم حنفجر باكج ليجندري يا حبيب، وين الباكجات الليجندري الماجيكال عفوا، حنفجر اليوم باكج ماجيكال يا صديقي. طيب تشوفون انا عندي هالقد فلوس وهالقد ماسات وهذا عدد الكؤوس ماتي وبيها هواي اللعبه تفاصيل. وانا منضم حاليا لكلان عراقي اسمه عراقي تشامبيونز، وياتهم الشباب شوفوا يكتبون وهجوم يعني ونسى مو طبيعيه، لازم تجربون هذه اللعبه يا اصدقائي. طيب اول شيء حشوفكم الكروت اللي عندي، هذين الكروت اللي عندي يا صديقي، قسم منهم مطورهم وقسم منهم ما مطورهم. تشوفون هذا اقدر حاليا اطوره بس ما احتاجه. هسه راح نفتح باكج وراح نفتح باكج ليجندري. اوكي اول شيء راح نفتح هذا الباكج البسيط الكومون، يعطينا عاده بالباكج فلوس وكروت. هسه شنو ثاني؟ اوكي حلو جميل لا بس. طيب هسه ايش حنسوي يا صديقي؟ راح نفجر لعيونكم، وهاي عاده انا ما اسوي هاي الفقره لكن لعيون الشباب يلا راح نفجر لهم باكج يا حبيب، باكج ماجيكال يس بيب، ماجيكال تشيست ليتس دو ذس يلا يا حبيب. عاده التشيست الماجيكال يعطيك فلوس هوايه ويعطيك كارتات هوايه ويعطيك كارت ايبك، هو هاي غايتنا الكارت الايبك، وحيعطينا 8 كروت رير يس بيب يا الله بسم الله يا الله. خلينا نشوف الكروت اللي حيعطينا يا واو حلو فلوس حلو واو 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 واو, 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 واو. المنيور راح نطوره تطوير مو طبيعي، وحيعطينا بعد شنو؟ اوه بومب تاور يس بيب، هذا الشيء اللي محتاجه. وبعد شنطانه يس بيب جوبلن هات حلو 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 حلو، هواي شغلات فتح لنا اياها حلو العملاق، حنقدر ما بقى لنا شيء الماسكتير حلو ممتاز يس بيب. انطانا السكيلتون ارمي، هذا راح نهجم بيه لانه هذا السكيلتون ارمي خرافي، راح نجربه اليوم بالحلقه بما انه قاعد طلع. وينه هلا 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 هلا، راح نجرب يا حبيب السكيلتون ارمي. اذا تشوفون السكيلتون ارمي ما يتطلب هوايه يعني كسير، فراح استخدمه وراح استبدله، راح استبدله بمكان، ما راح استبدله بمكان الارشر. اوكي يا حبيب خلاص بعد ما عندنا شيء، خلاص ما عندنا شيء. هسه ايش حنسوي يا اصدقائي؟ اوه اتشيفمنت انطانا ماسات ممتاز يا حبيب، انطانا همينه اكس بي، راح نسوي بتل. اوه صعدنا ليفل والله حظكم حلو، حظكم حلو يا حبيبي. طبعا احنا حاليا بالارينا الثانيه اللي هي اسمها بوم بيت، وبعدين شوي شوي تتطور وتصعد الرينات اكثر عن طريق الكؤوس مالتك. طبعا هسه راح نسوي حرب عشوائيه ضد احد الاشخاص اونلاين، طبعا اللعبه تعتمد اونلاين يعني لازم يكون عندك انترنت. خلينا نكتب له واو من بدايتها يلا يا حبيب، لازم اكون وايز 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 وايز. نزل حلو علاوي حلو علاوي، ونزل له هنا الماسكتير. اوكي راح اعتمد على نظام الهجوم من جهتي، انت تشوفون انا هذه القاعده مالتي وهذه القاعده مالت الخصم. اوكي راح اهجم عليه، انا عندي كروت معينه اقدر اهجم عليه، راح انزل له هنا السكيلتون. طبعا السكيلتون حاليا مالتي مو اقوياء بس ما يخالف لعيونكم نشوفكم ياهم شلون يصير بهم الهجوم. نزل لي عملاق، والله هذا الخصم القبالي مو قوي اعتقد راح اكتله بسهوله. يلا يا علاو يلا يا حبيب يلا يا كبير. طبعا هذا الميني دراجون خرافي، الميني دراجون لا راح انزل عملاق، استغل الفتحه هنا، مسيطرين هنا شباب مسيطرين حلوه حلوه. اوه انتبه 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 انتبه، واحده اثنين يلا 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 يا علاوي انتبه انتبه، حلو يا العملاق حلو. اوه عنده فالكيري عنده فالكيري مو مشكله علاوي، نزل له ذولا ذولا خرافيين دول خرافيين، هسه اللي نزلتهم خرافيين. با 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 انتبه انتبه ولع الدنيا يا ريس يس بيب
وراح ننزل له بيكا حلوه. اعتقد راح نفوزه، اعتقد راح نفوزه، ما متاكد. راح احط هذه للتشتيت فقط، راح احط هذه للتشتيت حتى ينخبصون بها. والله فعلا انخبصه. اوه هذا مو طبيعي، هذا مو طبيعي. نزل 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 نزل، هذا ضربته كلش قويه، النايت كلش قويه. انتبه على اوه نزل لي بيكا حلو على اللو. نقدر 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 نقدر، فنكتب له هيك اوبس. تقدر تحكي وياه ويشوفك. راح انزل له هذا، انتبه لا ينجم على الجهه الثانيه ويطيرنا. حلوه حلوه. الدراغون حلو، ده يبدع ده يبدع ده يبدع ده يبدع. الله الله، باع الحركه شباب، باع الحركه شباب. هذه حركه ابداعيه، هذه الحركه اللي هسه سويتها. يلا 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 يلا، هذول كلش اخويا، هذول كلش اخويا. يس 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 يس. نو 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 نو. حلوه 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 حلوه. او 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 انتبه حلاوي، انتبه حلاوي. نزل لي البيكا، نزل لي البيكا، ذب لي هذا، ما بقى له شيء. هذه نار. او باعش دزلي، نزل لي دراغون. حلو على حلو 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 حلو. او او اخذ وحده وحده، اثنين اثنين. يس بيب يس، فزنا. حلوه حماسيه وخرافيه. وطبعا تقدر تلعبيها ويا جماعه، تفوتون سويا بكلان. طان 30 كي اس، فزت اخذت منه 3 كراونز. هسه اشوفكم هنا. او والله شنو طاني، انطاني تشيست. راح ندوس هذا على ان لوك حتى ننتظر فتره وينفتح لنا هذا التشيست. لازم تنتظر، عندك مجال 4 تشيستات، وكل 4 ساعات اعتقد ينطيك تشيست مجاني، وكل ما تجمع 10 كراونز يعطيك تشيست ذهبي مجاني. جربوا اللعبه خرافيه، اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات رايكم حول اللعبه، رايكم كلش يهمني يا اصدقائي. فنحن اصدقائي وصلنا نهاية هذا الفيديو من لعبة كلاش رويال. فاذا عجبتكم الحلقة يا اصدقائي اعطونا لايك واشتركوا بالشبكة يلا اذا ما مشتركين، ونشوفكم في اقرب وقت ان شاء الله. سلام عليكم.